أجاني كثير أسئلة، ليش إلي 4 5 شهور بقدم على شغل ومش عم بيختاروني؟ ببعت بشوف إيميلات، بشوف شركات، بشوف مواقعهم الإلكترونية، بروح على الشركة نفسها في المكان اللي موجودة فيه، بقابل ناس لكن ما عم بيختاروني. ليش مش ظابطة معي؟ يعني أنا أحسن واحد في تخصصي ولهلأ ما اختاروني، أنا الأول على الدفعة في تخصصي ولهلأ ما اختاروني، أنا كثير اشتغلت شغل قبل هيك ولهلأ ما اختاروني، ما عم بعطوني راتب منيح. كل هاي الأسئلة يعني جوابها I think راح يكون في هذا الفيديو. خلينا نشوف إيش هي النقاط اللي راح بعد هيك، بعد ما تعملها و you have mastered them all، راح يجيك الشغل لحاله. خلينا نبلش. أهم إشي أنت لازم يكون موجود عندك إذا أنت راح تشتغل في شغل عم بطلب شهادة جامعية أو مؤهل علمي، أكيد راح يكون هو الشهادة الجامعية اللي بهذا التخصص، لأنه في كتير تخصصات إحنا بنعرف زي الطبية والمهنية، عفواً زي التخصصات الطبية والهندسية والصيدلة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا كلها محتاجة لشهادات جامعية لازم تأخذها، فأخذ الشهادة الجامعية في الأول بعدين بنحكي. فدراستك هي من أهم الأشياء اللي ممكن توصلك للوظيفة، وهاي نقطة كمان عارفينها. الشغلة الثانية الكثير مهمة اللي أنت لازم تشتغل عليها، طور وثقل مهاراتك في مجال تخصصك من كل النواحي. شغلة ثالثة أو رقم ثلاث، إشي كثير ضروري أنا بشوفه أهم من الشهادة الجامعية وأهم من ثقل مهاراتك في مجال تخصصك، دائما خلي يكون عندك مهارات انت يو هاف ماسترد بمجالات جانبيه جنب تخصصك. يعني مثلا مهندس معماري لازم يكون عنده مهارات في المهارات، او لازم يكون عنده صقل لمهاراته، او لازم يطور مهاراته في المجالات الانشائيه، في المجالات التكنولوجيه، في مجالات البرامج وشوي البرمجه اللي لها علاقه بالهندسه المعماريه. مش غلط يروح على مجالات زي التصوير، الجرافيكس ديزاين، الفيديوغرافي والفوتوغرافي، هدول كثير بتساعده بانه يكون شوي out of the crowded area وطالع مبين بين الناس اللي في مجال تخصص. من المجموعة الثانية اللي انت ضروري جدا انك انت تكون مهتم فيها، انه اقرأ. وهي النقطة الرابعة، ضلك اقرأ للصبح، اقرأ في كل المجالات اللي لها علاقة في تخصصك واللي في صميم تخصصك او في تخصصك الدقيق وفي المجالات الثانية اللي حوالين تخصصك. هاي النقطة رقم واحد في هاي المجموعة واللي هي 4. هلا النقطة رقم 5 في النقاط اللي انت لازم تضلك تعملها دائما، تطلع على كل اشي جديد في مجال تخصصك والمجالات الثانية اللي انت بتحبها. يعني اذا انت مهندس معماري تطلع على latest technologies في الاركتكتشر، تطلع على latest construction، خلينا نحكي materials اللي ممكن تكون موجودة، تطلع على latest في مجال الانشاءات، ايش الانظمة الانشائية الاخيرة او الجديدة اللي ممكن انت انك تستخدمها في تخصصك. في مجال الفوتوغرافي تطلع على latest technology المستخدمة في الكاميرات او الافيلابل في السوق، وغيره وغيره، وقيس على كل التخصصات الثانية. النقطة السادسة في هذا الموضوع اللي هي راح تكون في هاي المجموعة، انك انت ضروري تطلع على الترندنج توبكس. حكيت لي او حتحكي لي انه انت قبل شوي حكيت تطلع على الجديد، طب ما هي الترندنج. لا، مش شرط الترندنج توبكس اللي تكون في المجال اللي انت بتشتغل فيه هي نفسها المواضيع الجديدة او الاشياء الجديدة اللي بتطلع فيها، ممكن يكون اشي قديم وصار في الوقت الحالي هو ترندنج انت ممكن تستخدمه في تخصصك، وممكن يكون اشي جديد وهو حاليا ترندنج، يعني اكثر استخداما، اكثر شهرة، اكثر انتشارا، مش شرط يكون الاجدد. سو تطلع كمان على الترندنج توبكس. طبعا لا تستعجل وامشي على مهلك، لا تستعجل النتائج في النقاط كلها اللي حكيت لك اياها، ولا تعمل اشي بانه يطلع لك نتيجة في نفس الوقت اللي انت قاعد تشتغل عليه. شو يعني هذا الحكي؟ في مرة من المرات، او في خلينا احكي ايام الـ 2012 والـ 2013، انا زلمة بلشت اعطي كورسز، كنت اعطي كورسز بحب ودفنت لاني حاب اني انا اشرح مواضيع وبحب ادرس. الشغله الثانيه عشان اطور مهاراتي في المواضيع اللي انا اصلا اوريدي بشرحها، والشغله الثالثه اللي دفنت لي كل حدا مهتم فيها، انه تدخل لي مردود مادي اقدر اسد فيه كل التزاماتي واني انا اتمصرف شوي زي ما كل شاب بحب يعمل. لكن بعد 2012 ضليت اعطي كورسز، 2013 2014 2015 ولهلا بعطي كورسز، بس القصه اللي بدي احكيها اللي هي في نهايه 2015 بدايه 2016، واحده من المهندسات الله يسهل عليها اللي هي موجوده في دوله قطر ما شاء الله عليها شاطره وبتشتغل في دوله قطر، كانت احدى طالبات ايام ما كانت طالبه في الجامعه واخذت عندي دوره من الدورات اللي انا بشرحها. وبحكم تخصصنا احنا، بعد ما تعطي الدوره اللي بتشرحها لانها برنامج، فانت بتضلك على تواصل مع طلابك، بتفيدهم، اي سؤال عندهم بتجاوبهم اياه، فيدباك محتاجينه بتحاول تساعدهم، اذا علق معهم برنامج تحاول تجاوبهم. هلا بعد بناء عمليه الثقه هاي لمده 3 4 سنين 5 سنين،
كنت قاعد في الشركة اللي أنا بشتغل فيها في الأردن، اللي الله يسهل عليهم بوجه لهم تحية من أحسن الشركات اللي أنا تعاملت معها في الأردن، كنت مخلص شغل مسلم البروجكت اللي أنا بشتغل عليه، أموري تمام، ما عندي شغل في هذا اليوم. فتحت شوي الفيسبوك عم بتسلى يعني، بحكم انه انا مخلص الديوتيز اللي عندي، فبيجي نوتيفيكيشن على الماسنجر انه هاي المهندسه عم تبعث لي مرحبا، كيفك، كيفك، شو اخبارك، شو اخبارك، تمام، كيف امورك، تمام، وانا ارضيك والله في قطر، الك مصلحه تطلع على قطر تشتغل. في هذاك الوقت انا كنت يعني اموري تمام الحمد لله، دخلي منيح، دوراتي منيحه، المعهد تبعي منيح، المركز تبعي منيح، المكتب تبعي منيح، الشركه اللي بشتغل فيها منيحه، كل امور تبعتي تمام. فحكيت لا، قلت لي لا حاول يعني، انت ليش ما تجرب يعني، مش خسران. هاي الاتش ار مانجر الايميل تبعها طلبوا حدا شاطر في البرامج وحدا شاطر في الاركيتكتشر، فانا حكيت عنك، اعمل المقابله، عجبك السوق بتتسوق، عجبتهم تيجي، ما عجبك الموضوع ما بتيجي، ما عندك اي مشكله. والله فعلا اخذت الايميل وحكيت معهم وحكوا معي وعملنا المقابلات والامور تمام، واختاروني، وهيني حاليا موجود في دوله قطر. وبعديها برضو طلعت على شركه ثانيه وشركه ثالثه، وهلا راح اطلع ان شاء الله على شركه رابعه. سو الموضوع هو عباره عن بناء ثقه بينك وبين الناس اللي تتعامل معهم، ولا تستعجل الموضوع اللي اليوم فعليا ما بدخل لك انكم، واللي اليوم ما بوصلك لوظيفه معينه، ليتر اون انت في وقت انت ما بتتخيله راح يجيب لك شيء كثير احسن من اللي انت فيه، انكم كثير احسن من اللي انت فيه، واصلا انت مش متوقع انه راح يجي لك. سو لا تستعجل، واشتغل منيح على الشيء اللي انت موجود فيه هلا، وطور من حالك في كل المجالات اللي انت مختص فيها. أهم النقاط كمان، مش دائما يكون أهم إشي بالنسبة لك الفلوس، أو بالنسبة لك الفلوس، الفلوس إذا ما أجت اليوم دفنتلي راح تيجي بكرة، وإذا ما أجت بعده دفنتلي راح تيجي بعده. أنت المهم اهتم بالإشي اللي بتعمله، خليك مخلص فيه، أعمل فيه كل جهدك وابدع فيه، وليتر أون لحالها، والله لحالها الفلوس راح تيجي من غير ما أنت تحاول تغلب حالك في الموضوع. So work on it، والنتائج لحالها راح تطلع. طيب ايش في نقطة كثير مهمة وانت جننتنا وانت طالع نازل رايح جاي؟ اهم النقاط اللي انت لازم تعملها انك انت خد دورات في كل المجالات اللي انت ممكن تشوف ان هي مفيدة بالنسبة لك، مفيدة في صميم تخصصك، مفيدة في المجالات الثانية اللي انت بتحبها، والمجالات الثانية اللي انت بتحاول تطور منها اما بدها تكون في مجال تخصصك او في صميم تخصصك، او بدها تكون كثير بتحبها عشان تستمر في عملية تطوير على هذا الموضوع. It leads us للنقطة اللي بعدها مباشرة واللي كثير مهمة. شفت كل اللي حكيت لك اياهم، النقاط اللي قبل هاي كلهم بتجمع لي اياهم هيك، بتحط لي اياهم بقالب كثير مرتب، وبترمي لي اياهم كلهم على السوشيال ميديا. ما تخلي لي كل شيء عندك في جعبتك، بدي بالسوشيال ميديا اشوفك في كل مكان، اشوفك على الفيسبوك، اشوفك على انستغرام، بدي اشوفك على لينكدين، بدي اشوفك على بيهانس، بدي اشوفك على الايشو.com، بدي اشوفك في كل المواقع اللي ممكن تكون فيها فرصه عمل، في كل المواقع اللي بتصلح انك انت تشير يور برودكتس عليها. يعني اذا انت ارتست او اركيتكت او جرافيك ديزاينر او انتيريور ديزاينر او لاندسكيب ديزاينر او بلا بلا بلا، بدك تروح على المواقع اللي دخل في الارض، زي بيهانس، زي لينكدين، زي فيسبوك، انستغرام، فوتوغرافي ويب سايتس، جرافيكس ديزاين جروبس اند سو اون. سو انتشر في كل مكان، لانه زمان انتشرت ما حدا راح يعرفك. هلا ما في علاقات شخصيه كثير فيس تو فيس نتعرف على بعض من جديد، هلا كل اللي نتعرفوا على بعض هو عن طريق السوشيال ميديا. الكوكب تغير تماما. سو جو اهيد اند publish وshare على السوشيال ميديا as much as you can. هلا بما انه انت راح تعتمد على السوشيال ميديا، سو ديفينتلي راح تروح تهتم تعمل اكونتس في كل البلاتفورمز اللي لها دخل في التوظيف والشغل، زي ما حكينا كثير، ويب سايتس زي لينكدين، بيهانس، باي.com، وظايف.com and so on، مواقع كثيرة على مواقع الشركات، اعمل اكونتس في كل مكان، خلي السي في تبعك مرتب. وهدول من اهم النقاط اللي انت لازم تعملهم، ولازم تكون اكتف على هاي الاكونتس، مش تعملهم وترميهم، اذا رميتهم انت خلص بطلت تبين عند حدا، اذا كنت كثير اكتف راح تبين عند الكل. وخليني احكي لك تب كثير مهم، ارجوك 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 لا تعتمد في ارسال طلبك لشركة او شركه طالبه وظيفه انت تبعت بس لهاي الشركه. كثير ناس عم تبعت لي والله مرحبا باشمهندس انا بعتت لشركه ولهلا ما تواصلوا معي. طب لهلا ما تواصلوا معك ديفينتلي اما وظفوا ناس او تكنسلت الوظيفه او بطلوا بدهم حدا. سو انت لا تعتمد على شركه واحده وتبعت بس لهاي الشركه وخلص انا بستنى اكيد راح يردوا علي. ديفينتلي لا، بدك تبعت لكل الشركات اللي ممكن انك انت تكون ممكن توظف فيها. ومن الشركات اللي انا حكيتهم اصلا، يعني مثلا المهندس بده يشتغل في قطر، في هذا الفيديو بيحكي عن الشركات الموجوده في دوله قطر، وكل
الشركات الاستشارية الموجودة. وفي هذا الفيديو بيحكي عن كل الجهات اللي أنت ممكن تواصل فيها في دولة قطر، سواء وزارات، مؤسسات حكومية خاصة أن سواء ممكن توظف فيها، سواء موجودة هذه بهذا الفيديو. سواء ما لك حجة، أنت فعليا تقدر تلاقي كل الأماكن اللي طالبة وظيفة، ما تستنى، روح واشتغل. بما اني حكيت لك ما تبعت ايميل واحد لشركة واحدة، برضو بدي احكي لك ما تبعت لنفس الشركة 52 الف ايميل في الثانية. الشركة الواحدة بتبعت لها ايميل واحد، بعد 4-5 شهور اذا طلبت وظيفة ثانية ابعت ايميل ثاني، بعد 3-4 شهور ابعت ايميل ثالث، بس ما تروح تبعت 52 الف ايميل بنفس الوقت. والاهم من هاي النقاط انك انت ما تبعت لكل الشركات مع بعض بنفس الايميل، ما تبعت الايميل من تلفونك، ما تبعت ايميل فاضي، ما تبعت ايميل فيش فيه موضوع واضح. انت اركيتكت داش سي في واسمك، ثانك يو، ايميلك يكون بروفيشنال. دير بالك على الشغلات، راح نحكي عنها كلها في فيديو منفصل. وهلا عشان ما انسى، هلا خطرت لي خليني اكتبها هاي عشان نحكي عن الموضوع، كيف تبعت ايميل للشغل. ما شاء الله بكتب ملاحظات في كل مكان، الله وكيلكم. ويلا يلا الحق احكي في هاي المواضيع. كيف نبعث ايميل عمل بشكل صحيح؟ وراح نحكي عن مواضيع برضو اقترحوها ناس كثير على الشانل على اليوتيوب، ناس بعثوا لي على الفيسبوك، على البيج، على ماي اون انستغرام اكاونت. وانا بدك ابعت اذا في عندك اي سجستشن لاي موضوع حاب نحكي فيه، فانا راح اترك مجال للكومنتس او على الفيسبوك او على الانستغرام، في اي مكان بناسبك تقدر تبعت لي. والمواضيع المهمه راح نحكي فيها كلها، وي ويل منشن الناس اللي عم بيقترحوا علينا كمان هاي المواضيع. سو حكينا موضوع الايميلات كثير ضروري. طيب معلم، بعد كل هذا اللي حكينا شو بدك تعمل؟ ترجع اقرأ واقرأ 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 للصبح، لانه اكيد صار في اشياء كثير بدك تقرأ عنها. رقم 2، صح 100% زي ما انت حاط في بالك، هلا ارجع طور من مهاراتك اللي اوريدي انت يعني انت تشربتها، هلا ارجع اسقلها وارجع شوف مهارات ثانيه بدك اياها. On the other hand 100% ارجع تطلع شو صار في عندك تريندينج. هاي عملية لوب ما راح تنتهي، يعني انت ما راح توقف وتحكي خلصت، لا، انت بدك تضلك في عملية تعليم وتطوير مستمرة، لانه هذا هو راس مالك في الحياة. اذا ما كان في الشغل فهو في شخصيتك، اذا ما كان في شخصيتك فهو في الانكم تبعك، اذا ما كان في الانكم تبعك فهو في استثمار الوقت تبعك. بكل النواحي هو راجع عليك في المصلحة. واقرأ الاشياء المفيدة اللي بتهمك واللي بتهم تخصصك 100%. طبعا اكيد راح ترجع تاخذ دورات اللي انت حاسس انه انت لازم تطور من حالك اكثر. مش شرط تاخذ دورات مدفوعه الاجر، تحكي لي ما معي فلوس. طب من وين تجيب فلوس؟ في عندك النقابات تعطي دورات ببلاش، في عندك اليوتيوب عليه دورات ببلاش، في عندك مواقع كثيره بتعطي دورات فور فري، انت تقدر تاخذهم تطور من حالك وتكمل بعد هيك انت لحالك. فانت ما في داعي انك انت تستنى يصير عندك فلوس عشان انت تاخذ الكورس اللي بهمك. نرجع بنشوف كل اللي حكيناه مره ثانيه، بنمسكه ديفينتلي وي ويل شير ات وي ويل ببلش ات، ما راح نخليه عندنا، اكيد راح نرجع نعمل شير مره ثانيه، وديفينتلي 100% راح نرجع مره ثانيه نعمل ابديت للاكونتس تبعونا كلهم. وي ويل بي اكتف افري وير، ما تحكي لي ما في وقت، كلنا عندنا وقت، وي هاف تو كرييت الوقت، وي ويل دوت، لانه احنا محتاجين هذا الموضوع. ومن النقاط الاخيره اللي راح احكي فيها انجلش 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 ثم انجلش ثم انجلش. من غير هذا الموضوع انت ما راح تقدر تشتغل الا في المكان اللي بيشتغل باللغه تبعتك. سو ورك اون ذا انجلش لانجويج، لانه الانجليش لانجويج هي اللي راح تفتح لك ابواب كثير خارج نطاق بلدك، سبيسيفيكلي في دول الخليج، وديفينتلي في الدول الغربيه امريكا كندا اند سو اون. سو الانجليش مطلوب في كل مكان في الشغل، وكل مكان الانجليش تبعك احسن كل ما ساعدك اكثر. مش شرط تكون بروفيشنال اكثر حدا بيعرف يحكي انجليش، بس كل مكان الانجليش تبعك احسن هو بيكون الموضوع بالنسبه لك احسن واحسن. واللي أهم كمان من هذا الحكي كله، اشتغل على شبكة علاقاتك المهنية والاجتماعية والشخصية بشكل كثير كبير، لأنها هي رأس مالك أهم من كل خبراتك وأهم من كل شيء. طبعا مهاراتك وخبراتك وإتقانك لعملك هو إشي أو مسألة كثير مهمة في الشغل، بس بدون شبكة علاقات واللي هي أوريدي تشكلت من الأكاونتس والأشياء اللي بتعملها شير أنت أساسا، ما صارت ترجع لك تسألك في المواضيع اللي أنت بدك إياها، تشكلت أساسا هذه شبكة العلاقات. لكن بدك تستمر في تطويرها وفي التواصل مع الناس، تحكي معهم، تجاوب أسئلتهم، تفيدهم، تستفيد منهم على خلينا نحكي البروفيشنال بلاتفورمز، خليك أكتف، شارك في الجروبات اللي لها دخل في تخصصك، وإن شاء الله هذا راح يكون رأس مالك.
يمكن خلينا احكي اول كم شهر اول سنه زمن، هذا الحكي ما راح يفيدك اول سنه زمن، لكنه ديفينتلي ستارتنج من السنه الثانيه من انك انت استمريت في التطوير بالشكل الصحيح في هاي النقاط اللي انا حكيت عنها، فاكيد ان شاء الله راح ترجع عليك المردود كثير قوي، وراح انت تصير تتدلل على الشغل اللي بيجيك اكثر من ما انه انت تصير تدور على الشغل اللي مش قاعد بيجيك. بتمنى انه اكون لخصت كامل النقاط اللي ممكن تفيدكم. اذا كان الفيديو مفيد وحابين انه نحكي كثير بهذا الموضوع اسلخوا لايك، اعملوا سبسكرايب اذا مش مشتركين عشان تجيكم الفيديوز الجديدة، اقترحوا علي ايش المواضيع اللي بتفيدكم او البلدان اللي نحكي عنها او التخصصات اللي بتفيدكم اللي نحكي عن كيف نلاقي شغل فيها او شو بهمنا عشان نلاقي شغل فيها. شكرا لكم، بشوفكم في الفيديو الجاي.